ويعرضكو لبدو يعرضكاني غيرتا هو ديغا هذه يا ماتلا إيمانك صدقاني بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ده وداش شرفت الان اغلا سعودك بيدهان دلك قديس يدي بديت ومرك اللي برنامج كان عاف مات كو تضبات كان عاواي نو مارتيت هاي دكتور فادم حاشي ايمان او اخ دكتور سراء او كنت خصوصي حنو الضمر كايا اوركا دكتور كو برا سراء او كهو قلت شامع الله دلك سيدو كلا وحوي اذي عاف مات او كهو قشع اسبتال كوين ايه هرقيسة ايو اسبتال كاقار كاي ايمان جينا كولا جانا بستاتكيس اوكويا لا مقال ايه هرقيسة تيتوك عاو واحد ليا لندن ورئيسي كل صعب سنحن الله حيو لحن نوع دو مركا قارعان حن نوع دو مكان كنو ايدي دو كالدوين دكتور كسلو عبا دو مالساتي محمد وانكو دو هاي دكتور سياش او غور سيان شعلا يعاو انا كودا فرن برامج شينا ماان كويدي او حي تاي الهي سبحانه وتعالى واحا هو ابو ريد ابن آدم كالب يددي ندي قامو دمر كو حاوي ليه ابور ديرادا او اي ديرين رقي انتي سكالي ابور تاسي ديراد كاي وحوي ومكانك دكتور مكانك مهوية مكانك وحكا لما هنا وحوي يعني ماشي لها يقول تلقى لانو بطكا لغو قبطو لغو كوريو إلا ينتي هيلي يان اوودة يدو يدا مكي وصو بحان كون نولان كرا سنفي عالين عبر انتين لك نمو در كيسا وقياس انتين لك بين كل قياس كرنا انو تشلكين كي يحي مكانك قياس تيس وحوان إلا هي 6 سنتيمتر أيوه هي دير الكيس وبلع عشنا وإلا 10 سنتيمتر رقاق عمتي ذا كله كما دائرة مركة وكوشرة ماشا سفيعة لكن مركة دمبي المو كلا دوينياني إلهي باكلا بحناية شغادة إنو المو كوكورو كوكارين قالو سيغاكا بلو دا يهو يدعي عليوش كسيدي مو يعني شغل كلاو وقبطو نهوين كبتشرة مكانكو مي شغادة اللو قوطة لقل وحوانو كل ياتين وبطكا حيو المهي ماشي لهي دي جاي سيدان كوشي جاي إلا ينتو أود سكوفي لك جاي يا وماشي شغلك لو قبان كرام ماشرتو سفي عن وأكيش جاي لاي سبحانه وتعالى قلت له قالين المكو كورو مدرسة على شو كتشرو دكتور يا حبين تعسير إدر كده يستيد سنتيمتر إدو مركو جار كاي نص شكتة المكو كورا بتشرح ما كنا هوا حكود عا حنونا إن فربضن وحكم إذا إن إنه لهي بمركو هربا أبورتي سي خاص كاي سيد وسمي تذكر ما أيوة دلهن أو كبدلو أو المجالين يروا النقطه أما المجالين لحد كذا كلا قيسون النقطه أما المجالين هل أنا رنعوا كليات له يعني حيل وحلو اللي بدي اسمه وقتها وأنا تجيبي ذا كحر ما مرق عين ميت كليات يعني عليه وإني أبورتي سي لهي وقلت لك عادي قال تقل إحدى أما وحنا نقول كرتاع ترى ذا كله عمر كذنب وهي كم تأسيده في حا كصوبها قار خطر يا قار خطر هاي وخطر وحنا كولا قات كو كانسر كاهي توقف كدلاد وقع هي قار كلا أوف دبروي وين كصوبها هاي أو ديت بحية وحين كنان مي يعني عن دلاء هاي وحقل يقدر كل عكر إنفكشن أو بدد أو بدن هدي يعني حدا أور ككع يعني أما المل سوري دي أما المسار دعاء أو أسيف على لوس ما يعني أما ما كده ما كنا عم بدد كدعاء أو إنفكشن إسكا يفي حاس أي أو فربطن مر مر واحد عاوح ليلة هذو إن إن أدنوميوسيس أو أم وقتا إن حب فقط هارن المجالين كا وإلى هاي وقت تلاقي هاي كاسون نشوفه مركا قاركود إنه المجالين كا وين المجالين كل حكس بيصير سدح ليير وحيا سدح مالات تظهر سوا حب فقط هارن هاستا يوم حاي ذي مسالس أمام مرقية يمد كلاش نحب كلا كذا كذا هارن كحب كهاستا كذا هارن وقت يدوم كعدد عدد مر والبك هنا مركا قاركود سلسك أما هو نجده كسم بيسهين أي ما يلك على لقى حلا حكم إذا لقى له حلا مرغية ذا محمد كان كده بتنا إذا لفت كي يكون تصرف عذر كله بقى أنت أبوبا فرها بدله وأنت عس سفيعا سلسلة شو تدي تقول عليه حنا ناسي إذا أنت سكر عليه من أولهم إن عند أبوح صوبة تي هوين كصوماليات يبقى راكو يسمعل لعنبه وحنا ناسا هو يو أما هو جوال كورن سوا حيا يم بكانديل ما يجي حنوشه محمد أحد بعد قوم هالسنة ورد سؤال شاسين العاوي ويديسي وسؤال كمانة وسؤال وضن مش قصدي سؤال دكتور ما كان ليه جالس للشيء قايو وحويان إلى هاي حمله يسميه بمال بودي جاي كعنت مال بودي جاي لقط مال بودي جاي عفك مال بودي جاي سنك مال بودي جاي ماشى ودي جاي بيعلن إذا نكمل بتلك كرتو إلى هاي وبكمل بتلك كرا ما كان ليه لا إلى هذا
إن كلمة داسي هذول معلها يقولوا إحنا واحد كذا قتل مكان كي وليلي أو ماشي سكتي واحد كذا بطلع واحد من المكان كإنه دليلي وماشي كتقى مكان كرت ماشي نفريا كهيا يعني واحد كهيا إكسن كنا واحد كذا لفت لا يلاقي لفت كلا كحله كنا واحد واحد سيدا هيا ما كان سيدا هاسي هذا الدعاء ما دليلي تبدو صباحا وده وين جالس لما هو وين وينو كسرنا تبدو صباحا لكن ودلي تي ما جرتو كلمه داسن ديب لوغ نوقدو ويان واي ما مقعله بخينايو مقع waxaa bixin karo wadanka khubara lo diray oo magacyada adduyada caafimaadka wala baxday tolo af Soomaali maxay ku noqonayaan inay taare dawladda ku shaqaleeyaan dawladduna waxay soo saartay macadeerti ma jirto ra qof aan cilmigeega ma lahayn dadka uma oran karo macadeeriga jira waxa laga yaabaa in xanuun kale oo la xiray makaan ku inuu leegsa ay erey bixintii u garwaayeen dumarku khadirtay u tageen ay qaarkood ku yiraahdeen sidaasina laga yaabo inay u qabatimeen magacaasi doktor sheekada la xiray taas ku diinaya dumarka qaarkood waxa maqlaysa makaanki way dilacay ama makaanki waa u baahan leh tolo dilaaga soo gaaray makaanku mid dilaa karee horta inta aan makaan dilaa gaari waxay oranayaan ka horaysa sidaan dhaqtar baan u tagnay oo makaanki baa loo rogay waa halkii uu dhaqalo xamay hadana dib baa loo soo celinaya deema kubad yar oo biyo dhaxdignay baa qolba meel aynu qaadayno si fiican iyagoo daba soo celin diintii ay kan dheeliga koray makaanka ayaa si arinta sharxi kara waxa sharxi kara qof dhaqtar ah qof dhaqtar ah waxaanu ka wadna marka leena waa qof dhaqtar ah waxaanu ka wadna waxa weeyaan qof haysta shahaadada dhaqtarnimada oo ah ugu yaraan qaatay 5 sanadood oo jaamacada si fiican yaani marka bachelor baxnaano of intensity intii ka badan sifiyan oo baa sharxi kara moqtay aqoonta yeelan kara sifiyan haddii soo qaadno gargaarayaasha caafimaadka nurse waxna qana way garan kara sifiyan laakiin sida dhaqtarka kale uma garanayaa taa waxaan ka yaabanahay islaan suuqa joogta oo aan cilmigeedii bahaynin oo magacay qori garan ee hadda aan garanayn baa kula makaankii baan salaxayaa oo aan rogaya waana taas waxay keenaysaa maxamed oo dumarka inaan u sheegno weeyaan dhibaato aad u fara badan waxa ka horta marka ugu horeysa hygiene-ka nadaafadii ma garanayso dabar ku dhaqtay wax qalay wax taabanayo saabuun buu ku maydha dabeetana waxa la mariya wax kale oo iyadana bacteriyada dilaysa ayaa la masa dabeetana waxa la xidha gaan steril iyo dar steril kadib qofka la waajahay waxa ila islaam yaro aan dhaqa ka bagaranayno hadarta farxalanba aya wadi dumarka oo aan moqtahay in fraasi la ode aad u dhig badan ee faraha la galeysa dadana dhig badan bay u keenay laga yaabo in dhibaato caafimaad oo dhibaato caafimaad oo tii ka badan mid kale ma garanaysaa ilma galeenka iyo halkii yaalo iyo siduu eeg yahay iyo wixii siday farta ugu hagaaji kartaa anigu dumarka waxa aan ka faa'iideystaa halkaas waxaan leeyahay wax ilma makaan leeli la ilaahay ma jirto safa makaan la rogaana ma jirto makaan la rogaana ma jirto safa dadka caafimaadka ku abuuran ku shaqo ka samaysanaya ma aha caafimaadka bila aadan qof weeyaan inaad ka been abuurato safa oo aad lacag ka doonto adigu aan aqoonteeda skillkeeda lahayn skillku waa wax la barto safa yani lecture ma iska ma noqon karo life training ma gali karo waa inaad barataa dadka yeyna ku baran inagu raadsanayna rasa بس غير كلها الله طن لكن عارف ما قي الله طن وأهم قلة دوي يا توما كنا ومشي ووحي وعرفت وحي وترن في وضعك وكل نص ساعة أوبها يوضعك كهذيل كل يعنى وقال حلك سنو حسارية دولة دولة وين دتك عارف ما كل أبي جنية الآن هاي سنين شهادة هو يعني دولة حوك سعتوي سيف يعني دولة حيو أساس دي كوميشن نحكم إياه وقاعدة ee jiritaanka xaqiiqinta shaadeenka dhaqaatiirta been abuurka in sha Allah waxaan rajaynayaa komishanka seenu shaqaysiga soo baxo ee aan ku sii socdaa doktor su'aalahayga ee su'aal hore ku idiyo waxay in waxa dhacday in dumarka qaarkood ay raadaan makaanka ay dilacay ama waa in iyagoo aanay jirin astaamo ka muuqan karayo dhigbax sababay oo makaanka waxa ay ognahay goorow dilacay laakiin iyadoo gabadh iska socoto aadna ay koonaysa waxay dilacay makaankii marka waxaan u baahanahay in la tolo makaanka ma dilaca een waabun maxamed makaanku dilaaca sidoo goor mu dilaaca makaanku wuxuu dilaaci karaa laba jeer gabadhu markay dhalayso hadii si aan hagaagsanayn looga dhaliyo ama ay ducato ama ilmo weynay dhasho marka adigu dhasha madaxaasi
dibtay duulay ha u dilaaci kara een ama wax u dilaaci kara qorma kala u dilaaci kara hadii aad sameeyso gabad dhicisay hadaa istiraaxdo iyadana soo sifey oo arada qoonteedii de lahayn skillkeega aanad lahayn aad isku doonato taana wad daloolin kartaa labada marba dhibaato horta badida gaaga labada mar marka waa arad isla markiiba xallisa sayn u sheegnay dilaaca magaleenka afkiisu ama wuxuu ka dilaaci karaa markay dhaleyso meel xididale oo hareeraha ama wuxuu ka dilaaci karaa meel aan xididalahayn haduu ka dilaaco meel aan xididalahayn isaga isku imaanaya dhib male ma dilbayso haduu laakiin labada dhinac ka dilaaco meel xididale ka dilaaco digbax waabay kaaga dhimaan hataanan mar kaa laakiin gabadhii iska bogsatay oo sanada ka dambeysay xafadeedii joogta ayaa ilma dilaacayn ku talaynaa taasi aqoon dhakhtareed ma aha qof dhakhtarna ma odhan karo kii yidhaahdaana waa ni wax kale uga jeeda marka waxa weyaan taana dumarku ha ogaadeen hadduu dhakhtarku kula ilma galeenkaa ku dilaacsanaa ku talaya dhibta dabtay dhib ka badan ayuu ku gaarsiinayaa marka waa inaad u sheegtaa dowladdana waa in loo sheegaa dadka noocaa praktiska noocaasa ku shaqaysanaya waa inay dowladdu gacanta ku qabataa dowladdu ay eegtaa dowladdu ay shahaadadaha ka qaadtaa hadday dhakhaatiir yihiin laakiin mushaakilku waxa weeyaan dad aan dhakhaatiirba ahayn anuu u malayna maayo faadu ma ahaan nin qof dhakhtar ah shahaadada u yarba haysato b s ba haysatay in odhana makaarkaa ku dilacay soo farisoga ku tolayahay aniga maskaxdeeda kama dhaama aaminsani oo day inaan dhakhaatiirta sharafta ka qaaday nin dhakhtari ma odhan kara ama gabar dhakhtarad ma odhan karto laakiin waxaa jira dad de iska hohaadaasoo suuqa yaacaya naya deel magaleenkii baa lagu tolaya markaa dumarku ilmagaleenku ciyaar ma aha waddankeennana waa organ muhiima waayo dumarka waxaa lagu qiimeeya waa caruurta gabadh haddaana caruur dhalayna qiimo ma leh ha ilaashadaan waxaan ugu dardaari lahaa inay ilaashadaan oo ay hubsadaan dhakhaatiirta markuu dhakhtarku waxa uu sheego inay dhakhtar kale u tagaan si loogu xaqiijiyo wixii halka haddaan ku yar noqdo waxaan u malaynayaa dadka qaar baa indirika koyn dhahna moogtaa markaa marka dhakhaatiirta qaar aan ginecolog ahayn ee aan waxaan experience lahayn takhasus lahayn markay gabadha ku eegaan muxuu ahaa speculumka ay arkaan waxaas waxaan uu ku dilacay waan ku toli lahaa but not like maaha taa aniga ka in badan baa shaqeynay weli xitaa gabadhan guba ma arag waway soo maraan un dadkaasi anigaba moogtahay because ilaa 5,000 qof baan imika itan maaha inta dhakhtarka inta privatekga tibidan gacanta ku haya 5,000 qof dee wax yar maba aragba waxa ay sheegayaan marka waxaan lahaa dhakhaatiirta aan khibrada taa u lahaynna khibrada yeeshaana waxaa bartaan skillka waa la bartaay dadka kale ku shaqaysanayaana intalaabo xogla laga qaado iyaguna ay dib dadan muslimiin inay dib ugu noqdaan inaan dadku wax laga baaci mushtarin karaahan si fiican doctor aan soo galno gunaadka barnaamijkeena waxaad noo sheegtay su-aalo fara badan baad si fiican unoga jawaabtay su-aashan jeclayna ku weydiiya gabadhu maadaama ay xubin yihiin ba ilaahay subxaana watacaala ku lamaaneeyey caafimaadka iyo taranka bulshadana kayb qaadansa sidaynu xubintaasi u ilaalino taran caafimaad qabana inoo soo kordho waa maxay tallaabooyinka ugu haboona ay gabadhu qaadi karayso si ay ula socota xaaladeeda caafimaad iyo taa ilmagelinkeedeeda waa run horta caafimaadka gabadha iyo ragba mas-uuliyadeedu waxay saaran tahay kow dowladda laba dhakhaatiirta saddex neersinta xitaa qof kastoo caafimaadka ku shaqala waa inuu ilaaliyaa waayo dadkeenu aqoon badan caafimaadka uma leh marka waa inuu horta baraarujin fara badan dadka la siiyo si ay u fahmaan faa-iidooyinkii waxaas gabadha waxaan odhan lahaa waxaad u ilaashan kartaa waxaada inaad labadii sanaba mar aad dhakhtar ginecologa u tagto yacni aad dhakhtarada dumarka ku takhasuska adoo iska caafimaad qaba dabeetana waxaa jirta saddex waxoo muhiima oo gabadhu inay marto ay tahay saddexda muhiimki waxa lahaado smear test oo gabadha dheecaan hoosta laga qaado oo dabeetana la eego kaas waxa yaraysay kansarkii adduunka ugu horreeyey ugu badnaa baan u jeedaa oo ahaa kansarka ku dhacay magaleenka afkiisa oo aada iyo aada kansarka adduunka iminkana aka ugu yar waxaa lagu yareyna waxa weeyaan markii la sameeyo bab test saan annaga iminka kutaladeeda ku jirna aniga iyo doctor askar waxaanu la xidhinay qaar jaamacad talyaaniya dabeetana way imanayaan dabeetana dumarku inay ka warhayaan ta aweer ahaadaan ogaadaan sanadkiiba mar labadii sanaba mar ay yimaadaan takaleisbitaalka weyn ha ta kale loo baahay inay gabadhu mar walba ay samayso waxa weeyaan inay labadii sano ama sanadkiiba mar iyadana ultrasound ay marto sidii wixii kusoo kordhay had walba loo ogaado
تصدحات يدري فيري مهم كي وحويان على ربعنا سمعان دو مركو هذا أفرت سنة قاعدان إن ناسه هو هاي دكتور يجنا كنترول على ولا لا صعدي يجنا حالة كذا تصدح ده سبوا مهم أديه ذكلا وحقوس ولا عيسى ورقد لقوله هو هذا اللي وده وقت جي سمرتاس كات قادسة إن جمال شرتو شاله وينو قارنا لكن أوه ما كبر دل ما منهن لعاتن سرقار أيه طبعا سرقار صين هاي جنا ما تمنو كون أكسن هاي لكن إنكوا هاي سنة أودي إنكوا رخاتير تاع سنة بس قلة ضدك قارو فائدة سنة يعني مركا تاو إني دولة حقوق صارت أنا مرة بروح على دولة حقوق صارت عارف ما أدري. صحيح أنا مهم ما دام دولة هاي تامس شو الجود دلك هي ضد كبا دكتور واحد على مركا قارو تبوي بكو صار ظهرنا وصار شيء مكان كا اسمها إلى اسمها على كوا عمر تبوي كسر أربع سلا ما حلا ترى. إن هرت بديت لو واحد حدا إنفكشن. وكلاميديا تلنو على ده كلاميديا ده يا حدا دتك يجوا إسكا عفمات قبى أم بيبدي ده دوا نصيب إنفكشن إسكا ده عايا إيه كم يتهاي مكا إن حنا وجو بدو بحويان عدرو ده الإسكاتي كم يتهاي وحنا هاي دكوا فر بدن تهاي دتك هاي ده يعني رك بدن كده حيا يعني هذا يو هدي سقلا ده أما لو جوس ميجي سفين قلا ده وقلب قلا ده لو جوس عي وحويان قلب كوائن آدي آد نو كنترول لا اختار كوائن ومرك وقف قليو أما مرك وقف سفين أيو وإنه كم عيسى صوم أيو وإنه ديسينفكتنت كم عاكم أيو وإنه أفكي سحرة كديمنا وإنه سمعنا مرك وحيرا وقفرها بدل وقت إنك مرك تد دو مركين ونظيف الحمد لله وضد مسلنا بحاكم من الحجران لكن إنك وإن قلبك لقصة ماين أيو إن مرك دو مرك لإيه أما سبيكولم كل جلنا أما كعنت اللي جلنا أيو وين لقى إلى عليا إن أسكك سيدتو هذا مدستير لا مركا ساسة كويرة ويرة نسها نعدين للدوينو اللي قلت إني فكشن كاكو دعيا ينتبهين كاو كان سيديشة نبى تعرف ما ذي تلي بيجود الجيزي كري وحو بفرها بدل الكيري دو حوي هذا يوتيوب سكو كحر ما قبر ده دو مشاكل وحو كلا ينقل يوتيوب سك حلا وحو حنا إن دومتريوسيس كسين وشيء لنا أحب كان سلس كو كسم يسيل مقلان كو إديك كينا هديسي قال هذا يعني ما يقرأ وصفة اسمان ده تنا ودي جيا الموقت السيد اللي وحى أول ما نسك بالف الجليا ودي جيا ده تدي جديبة دوما صوب حياه كده كورو رجع ده تنا تيوبس كي وحى رميا مركب كاسنا وكانا فدي ده مركب إنفكتشن اسمه أبو بدن أو إنه نريد تاي سبيشل ولي بقى إذا خاطر تور وهي سببته يلا بقى إندوميتريوسيس كاسي وكيف أما ده هدي وفي حتى صوب حدا المجالات كمالي ساس يقدر واحد يكرتها. صحيح. وده ما تيجي سويش نقول شالين كويدي هي واحد شاء الحمد لله حلو ربنا عايد حوينك. دوما كذا كل واحد بصلا عايد أوقات كاتا. أما يدو بغطي أنت يا أرك شيء الكبوة تنيك في ربنا سوار كان. أما يدو أيام به. محاو عن خلق كل ما داعي. توفر ما هو عن بدو ومكانك لو نقدر لو حصوب حي أتوصح ال بروي كاسوب حي إنه عندنا ميوسس كاي مشي جيني أما أرمانس لكن هو أفرها بدلي مك أنا مرت أيوه نود كنا جوا استرس استرس طبعا لو مرت يقول لي كشبا في الكتب حلو يدين أنا أقول لك ده استرس وبقى الساعة ما كبقوا بعنا عاديا دو مرت يدرقبة environment كأي حكومة إني لو حنسو دينه environment بقى حكومة يعني environment حد بيأدي يكون عشان دين هدي بيأدي واسترس تاعي هب كله سو دينه يا هب بلسات لي سدي مر صح استرس لا أي الله ما يكون قرية ميت continue تتنا ناس عادي يكون حمانة صح فاسترس كده مركز الداعي صحيح and وده ما تي واحد مرنا قلتي قبل قبلي واحد شاء الله تلا أفضل بعد بشوية تمرد سومالي إيش وش شيء مثله؟ بشوية سومالي وحنوس سومالي لأن حنوس شيء قف كستو أفقا سومالي قال مالك استبه جوا مال جوا إثيوبيا جيبوتي مقديشو مش دور هجوه حنقول لها إن دومركو دخاتير تأيو تجيا هاي سكوب صدع هأو تجار دخاتير لجرنا يلوجين دخاتير قف كستو نختار تو شهادة دوها سنة عايزته وعند أختار إنكو في لو كرنا يا إنتي كبرنا وحولي هاي إن كرشة وجود بيو نختار كلو كسيوي ما كهاي سكدة يعني ده عند خاطر هاي إن هو تجار هاو تجار ده كا نخاطر كا ده كا كان دولة دلوا حلول لها عافية ما بحيو بها صارتو
dad badan oo aan dhaqaatiir ahayn ay dhaqtar ku shaqeysta dadkii waxay noqdeen in laga baayacay mushtaro marka waxa weeyaan hala ilaaliyo dawayka wadanka yaala hala kontrolo hala eega meesha ka yimaadeen hala eega quality googa dhaqaatiirta quality googa hala eego especially dhaqaatiirta wadanka imaanaysa ajaanibka inoo soo shaqeeyaysa hal ogaado waxa jiin waxaa jira farmasiyada qaar koodina afka ka soo kinnadan loo isticmaalo kala kulinta loo qorsheynta ee qoyska oo ay hay'adaha qaar keenaan iyagoo u soo bixiya magacyada Soomaali farmasiyadeena lacag jaban baa laga siistaa kinnadaas hadii aan dhaqtar qorin farmasiyada ay la qaato dhibaato caafimaad keenay in de kulli waxaan maleynayaa waxa wax qoraya in qof dhaqtar ah way waxaan kala kulinta u badka haw hab dhowr haw baa la isticmaalaa admid waa natural oo de waa kan caadiga wax dawo ma qaadanayso xad ilaalinaysa waqtiga caadadaada waqtiga ovulationka in waxyaalo badan baa jira oo de qofku naturally uu kala kurinayo mid qana waa dawooyin kuwa dawooyinka ah anu I think in aan qofaan dhaqtar ahayn inuu qoraa ay waajib tahay waayo waxa weeyaan in ka COC go kale kan biliska waa in laba sano markay qaadato waa in deep check up diga dhan la wada eego macaan laga eego cholesterol laga eego beerkeega la eego marka aniga ilama haboona inay intay dhaqtar iska tagaan inay iska tagaan farmasiyada MCH ka way ka qaada kara waayo hablaha MCH ka waa la baray ka waa la tababaray si uu siinayana way garanayaan laakiin farmasiyada go dawada iska qaado aniga kulli ma yeelan marka dhibaato caafimaad baa kaga iman karta haddana sidii caadada ahayd ee u qaatalin loo qaadanayn waa waxaan ognahay in qaarkood marka COC go kale kan inay badinayaan xinjirowga dhiigga inay wadnaha oo kale waxyeelayaan waxyaalo fara badan bay keenayaan subaga badinayaan marka hadda waa in lala socdaa labadii sanaba mar waa in la eega midda kale waa in marka aad isticmaalaysa kala korinta waa inaad ilan dawo waliba waxay leedahay faa'iido iyo khasaare waa inuu qofka dumarka garanayo bikos markay bahashan qaataan tali aad imika fan ugaad dhigteen it's like a fun time kale iska gelinayo waxaan gara waa dumarka inaan u sharxaan jeclaan lahaa maxaa u dhexeeya iyadii erbad waxuu ma dhexeeyo labad waa progesterone midna waqtiga un baa gaaban oo saddex bilood ayay kaga dhammaanaysa saddexdii biloodba mar waa inaad erbadii qaadataa midna waxa weeyaan laba saro saddex sano afar sano ayay kugu jiraysaa oo sisi yarba progesterone loo soo daynaya wax difference u dhexeeya ma jirto taasoo kale waxaan dumarka mar walba inoo xeelada caadada way iga tagtay marka hore loo soo sheega weeyaan inay badida dadka caadadu ka tagto laakiin marka laga saaro sagaal bilood gudahood inay caadadu caadi ku noqonayso waa qofkii markuu warwaro waa inay kuu sheego warwarkii dhiiggii wuu isma sii kharaabinayaa marka waxa aqoontuna meel walba way taalaa dadku bugaagta akhriyaan dhakhaatiirtu dadkan waxa u sharxaan si fiican aad iyo aad baad umahadsantay dictoore fadime xashiimaan sida qurux badan leh aad su-aalihiin ku weydiinaad nooga jawaabtay bulshadana ugu faa'iidaysay waxaan hubaa bulsho weynta jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan haweenka inay aad iyo aad ugu faa'iideysan doonaan wareysigan aan la yeelnay Dr. Fadime Xaashi Iimaan oo ah Dr. sare oo ku takhasusay xanuunada dumarka iyo uurka sidoo kale ah bare sare oo jaamacadaha dalka ka bixisa maadada inay ku takhasustay kana hawlgashay isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa qaybta dumarka iyo dhalmada iyo sidoo kale ka hawlgashay rugta caafimaadka iyo daryeelka dumarka ee loo yaqaan Iimaan Gynecology aan obstetrics oo ku taala xaafadda Galjano Dr. Fadume Xaashi Iimaan aad iyo aad baad umahadsantahay aad baan ku salaamin aad baad mahadsantahay dukuna aad baan mahadsantahay